أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نصل فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة في قصف جوي مقتل وإصابة ثلاثة من أفراد ميليشيات الحشد الطائفي غربي الرمادي. ونطلع في البصائر، مأساة ناحية جرف الصخر شاهد على جرائم الميليشيات الوحشية. طالع في كتابات، مطالبات بحل الفصائل المسلحة التابعة لإيران خوفا من التصعيد ضد الأمريكا. جاء في الزمان، عبد المهدي لا صعوبة أمنية في صحراء الأنبار. نقرأ في العرب اللندنية، حسم معركة شبوة يعيد القوة اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة. جاء في العرب الجديد، بغداد لا تستبعد هجمات جديدة على معسكرات الحشد. وأخيرا وليس آخرا، نقرأ في القدس العربية، الخارجية الأمريكية تشطب مصطلح السلطة الفلسطينية بعد ضغط إسرائيلي. وصلتم صباحا. جرف الصخر، تلك الناحية الزراعية الواقعة جنوبي بغداد والتي تضم عشرات القرى بمواقعها، موقعها الاستراتيجي المطل على محافظة بابل جنوبا والأنبار غربا من جهة عملية الفلوجة، ومن ثم كربلاء والنجف وصولا إلى منفذ عرعر بين العراق والسعودية. تكاد تكون هذه المنطقة اليوم منطقة عسكرية بالكامل منذ استعادة ميليشيات الحشد السيطرة عليها قبل نحو 4 سنوات. عن ناحية جرف الصخر والتواجد الإيراني فيها، كتب وقاص القاضي في موقع الجزيرة نت. الناحية أغلقت بالكامل، ومنع سكانها البالغ عددهم نحو 140 ألفا من العودة إليها. بل وأصدر أعضاء في مجلس محافظة بابل يمثلون ائتلاف دولة القانون برئاسة نور المالكي وعلى لسان أحلام راشد عضو المجلس قرارا بمقاضاة أي جهة سياسية أو فرد يطالب بعودة المهجرين إلى جرف الصخر لأسباب أمنية كما وصفتها، حيث استغل حزب الدعوة الذي حكم العراق 3 دورات متتالية الظروف الشاذة بالتحشيد طائفيا ضد هذه المنطقة وغيرها من تلك التي تجاور بغداد، ليقول بأنه لولا حزب الدعوة لما استطاع الشيعة من زيارة مراقد الأئمة والسير من بغداد إلى كربلاء. تبعية ملف جرف الصخر والمتحكم فيه أكده عام 2017 نائب رئيس الجمهورية آنذاك إياد علاوي، وخلال التصريح المتلفز شاهده الملايين حين قال إن عودة نازحي جرف الصخر بيد إيران وقيادات في لبنان حصرا. تصريحات ومواقف تعطي انطباعا واضحا كيف أن هذه المنطقة باتت خارج سيطرة الدولة العراقية، وأن الميليشيات التي تديرها تستلهم قوتها من خلال ارتباطها المباشر بالحرس الثوري الإيراني. وبغض النظر عن وفرة المياه وخصوبة أرض ناحية جرف الصخر التي تؤهلها لتكون عاصمة اقتصادية تمول الميليشيات نفسها من مواردها ذاتيا، فإن وجود عدد من المنشآت والمصانع الحربية هناك والتي كانت تابعة لهيئة التصنيع العسكري المنحل عام 2003 وفرت الظروف ليقع عليها الاختيار في أن تكون قاعدة إيرانية. يقول الكاتب، ووسط عجز حكومي ونفوذ إيراني متزايد فلا ملامح لأن تحل أزمة جرف الصخر على المدى القريب أو حتى البعيد، بعد تأكيد مصادر محلية أن عمليات تجريف وتغيير ديموغرافي تجري هناك على قدم وساق، فضلا عن عمليات توطين عائلات عناصر الميليشيات في المنطقة. جاء في العرب الجديد تحت عنوان الترويع والقتل من أبو غريب إلى جرف الصخر، كتب ولاء سعيد السامرائي مقالا في صحيفة العرب الجديد، جاء فيه: لا تزال صور سجن أبو غريب المؤلمة والبشعة، هذه الحادثة والجريمة الأليمة للاحتلال الأمريكي التي هزت العالم في عام 2000
وأربعة في الأذهان، حيث ما زالت راسخة في الأذهان تماما، حيث يعيد الوكلاء إنتاجها في العراق كل يوم من جديد. فقد استيقظ العراقيون في عيد الأضحى على أخبار وصور وأفلام سربت لجثث مغدورين ومخطوفين ومغيبين وأشلاء أطفال مقطعة في سجون الميليشيات في جرف الصخر. في سجن جرف الصخر قتل المدنيون الأبرياء الذين تم احتجازهم وأخرجت جثثهم على وجبات وبأعداد تصل إلى المئات، ولم يرى العراقيون أي تصريح أو إجراء لا من الرئيس ولا من رئيس الوزراء يدين هذه الجرائم أو يكون له موقف منها، بل قلل رئيس مجلس النواب من فداحتها وقال إنها 30 جثة فقط تعود لحوادث مختلفة، ليثير بين العراقيين غضبا واسعا، فيما خرج على الإعلام مسؤولون حكوميون ليتحدثوا عن قتلى في نزاعات عشائرية وعن جثث تعود إلى عدة سنوات سابقة متروكة في الثلاجات وقتلى لأسباب جنائية، وكلها ادعاءات مفضوحة وكاذبة لتناقضها الصارخ، فلا يمكن إبقاء الجثث سنوات في الحفظ كما أفاد أطباء الطب العدلي. تركت الحكومة الجثث ليتولاها أحد قيادي الحشد الشعبي المدعو رعد الشوكة، والذي يظهر فيديو له في مغسلة يبيع للمشاهد ما يسميه عملا خيريا لدفن عشرات الجثث من دون هوية في أرض تبرع بها أحد المحسنين. وهذا الميليشياوي هو من قال إنه وجد أطفالا وجثثا مقطعة الأوصال في كرتونات للموزة وقد انتزعت منها بعض الأعضاء. لماذا لا تتحمل الحكومة مسؤوليتها في كشف هويات الجثث بدل تسليمها إلى ما قيل إنها منظمة خيرية كذبا وهي قادرة على معرفة الهوية بشكل قاطع بما لديها من أجهزة؟ من ديالى وكل حزام بغداد بالأمس إلى جرف الصخر اليوم، تقترف الميليشيات حكومة بعد حكومة جرائم حرب من تطهير طائفي وإبادة للسكان المحليين واحتجاز مدنيين وتهجير لغرض فرض الأمر الواقع والاستيلاء على أراض خارج القانون والتغيير الديموغرافي وجرائم التمثيل بالجثث والمتاجرة بالأعضاء البشرية كما تعلمون. جاء في المدى: كلما رأيت دولة فاشلة فاعلم أن من أهم عوامل فشلها يتمثل بفشل أحزابها وقواها ونخبها السياسية بالوعي والامتثال لدورها ومسؤولياتها الوطنية، وبالأخص أحزاب ونخب الهويات الفرعية القومية الطائفية الجهوية التي تتلبس زورا لباس أحزاب دولة وهي في حقيقتها تجمعات بدائية جهوية متشيئة على عدد الهويات والأجندات والمصالح. حسين العادل يكتب في صحيفة المدى عن فشل الدولة والأحزاب في العراق. تعاني الأعم الأغلب من الأحزاب والقوى من أزمة معيار بنيوي يتصل بطبيعة الرؤية لبناء الدولة، إنه معيار المكون الذي اعتمدته القوى على حساب معيار المواطنة في إنتاج الدولة وتشكيل بنيتها الأساس، مما أنتج لدينا دولة المكونات العرقية الطائفية. لقد قامت الدولة العراقية الحديثة عام 1921 على أساس من كونها دولة مكون هوية مجتمعية واحدة، وانتهت اليوم بدولة المكونات عندما تم اعتماد الديمقراطية التوافقية بعد التغيير في 2003. لقد ضحت الديمقراطية التوافقية بمبدأ المواطنة لحساب مبدأ المكون العرق طائفي، وضحت باستحقاق الأغلبية السياسية لحساب مطبخ التوافق المكوناتي الحزبي، وضحت باستحقاق التعايش الإيجابي لحساب محاصصة المكونات وتوازن السلطة، فحالت دون الاندماج الوطني لمجتمعيات الدولة. إذا ما فقدت الأحزاب والقوى شرط استقلالية الإرادة والقرار، عندها لا تعد أن تكون سوى صدى لقوى الخارج وأجندته ومصالحه، وعندها ستؤسس لدولة مستباحة وحكم مأسور متناقض بتناقض مصالح الأجنبي وحيثيات نفوذه وصراعته.
إن الدولة المفعول بها هي الدولة التي تفتقد الإرادة الوطنية في تعبيراتها السياسية والاقتصادية والسيادية، ولا يمكن الظفر بالدولة ومصالحها إلا بقوى ونخب دولة وطنية لا قبلة لها سوى عاصمتها، ولا سارية لها سوى علمها، ولا ناصية لها سوى خصوصيتها، ولا مصلحة عليا لها سوى مصالح شعبها ودولتها. أيها السيدة والسادة، لقد أثبتت العملية السياسية أن المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسساتية كافة غير قادرة بذاتها على توحد فعل السلطة وقراراتها ومؤسساتها، لذلك تلجأ القوى السياسية عند كل أزمة إلى التوافق خارج أطر الدستور أو تذهب إلى ترحيل الأزمات دون ما حل. نقرأ في العربي 21: لأن تشكيلة هيئة الحشد الشعبي ملتبسة ويلفها الغموض، فإن من الطبيعي أن تحدث خلافات واختلافات بين قادتها، كما حصل نهاية الأسبوع الماضي عندما وصف رئيسها فالح الفياض تصريحات لنائبه أبي مهدي المهندس بأنها لا تمثل الحكومة العراقية ولا القوات المسلحة التابعة لها، الأمر الذي فسر بأنه أول شرخ في القيادة في قيادة الحشد يظهر إلى العلن. من ينتصر، المهندس أم الفياض؟ مقال للكاتب هارون محمد في عربي 21. تصريحات المهندس ورد الفياض عليها لا يمثل تعارضا في الرأي بين الاثنين عن طبيعة الحشد ومسؤولياته وارتباطاته فحسب، وإنما يعكس جملة من التناقضات بينهما في كيفية قيادة الحشد وإدارة شؤونه، بعضها ظهر في الفترة السابقة حول إعادة تنظيم الحشد وتأهيله، وهو ما رفضه المهندس وحذر من إلحاقه بالجيش والقوات المسلحة، وإنما طالب بأن يكون مستقلاً في تشكيلاته وحراً في اتخاذ قراراته وتحديد مناطق انتشاره بمعزل عن وزارة الدفاع أو رئاسة أركان الجيش، وهو ما اعترض عليه الفياض الذي يخشى من تحول الحشد إلى مؤسسة عسكرية خارج إطار الدولة ولا تخضع إلى قوانينها. وفق آراء العديد من المراقبين، فإن تصرفات المهندس الأحادية في قيادة الحشد وتهميش رئيسه الرسمي فالح الفياض أعطت انطباعاً بأن أبا مهدي هو القائد الحقيقي والفعلي للحشد، وأن الحكومة هي مجرد غطاء سياسي ومالي فقط، وليس من حقها التدخل في شؤونه أو إصدار الأوامر إليه. وقد ظهرت قوة المهندس في عام 2016 عندما نجح في حشد النواب الشيعة الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان على سحب الثقة من وزير المالية السابق الكردي هوشيار زيباري بسبب مطالبة الأخير بكشوف رواتب منتسبي الحشد بعد تزايد الحديث عن وجود أكثر من 50,000 منتسب فضائي تحول رواتبهم إلى أبي مهدي المهندس شخصياً. المهندس أوقع نفسه في مأزق وحرج شديد بهذا التصريح بينه وبين رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة. عموما، فإن من السابق لأوانه والاستنتاج بأن الخلافات بين الفياض ونائبه المهندس ربما تقود إلى إقالة أحدهما وتثبيت الآخر، فاللعبة السياسية في العراق قائمة على ما يسمى بالتوافق في كل شيء. لم ييأس جاريت كوشنر حتى الآن رغم الفشل الذريع الذي واجهته خطته التصفوية للقضية الفلسطينية التي أسماها بصفقة القرن بسبب الرفض الفلسطيني التعامل معها من حيث المبدأ ووقف التعامل والاتصال مع الإدارة الأمريكية بسببها، وكذلك الرفض الأردني والعربي والإسلامي والدولي لهذه الخطة الإجرامية وفشل جميع المحاولات التي قام بها فريقه الصهيوني لتسويقها خدمة للكيان الصهيوني. مقال للكاتب كمال زكارنا في صحيفة الدستور الأردنية. يخطط كوشنير في هذه المرحلة لاستهداف الإعلام العربي في كل دولة عربية على حدة، لاستخدامه في تطويع وترويض الشارع العربي على المستوى الشعبي للقبول بتلك المؤامرة التصفوية للقضية الفلسطينية التي تعتبر الأولى والمركزية عربيا وإسلاميا، ومحاولة التأثير بالرأي العام الشعبي العربي في هذا الاتجاه سعيا منه لإقناع الشعوب العربية بخطته التصفوية الإجرامية. لم يدرس كوشنير الالتزام العربي الشعبي تحديدا بالقضية الفلسطينية،
ومواقف الشعوب العربية من سياسات الولايات المتحدة الأمريكية المنحازة تماماً للكيان الصهيوني المحتل فلسطين والأراضي العربية الأخرى، والعداء الأمريكي المطلق للأمة العربية وشعوبها وقضاياها وحقوقها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجرائم الأمريكية بحق الشعوب والدول العربية عبر التاريخ القديم والمعاصر. ولم يطلع كوشنير على مواقف الشعوب العربية من القرارات والإجراءات الأمريكية المعادية بالمطلق للعرب والمسلمين في كل مكان وزمان، ولم يدرك بعد حجم ردة الفعل العربية الشعبية والإسلامية أيضا على قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف بالقدس العربية المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة أمريكا إليها من تل أبيب. كوشنير بحاجة إلى قراءة متأنية للتاريخ والأحداث في الشرق الأوسط. إذن لن ينجح كوشنر في استهداف الإعلام العربي واستقطابه لصالح خطته التصفوية التآمرية، وسوف يواجه جبهة من الجحيم تتصدى له ولأفكاره ومحاولاته ومساعيه وأهدافه الرامية إلى تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية، خاصة وأنه مكشوف تماما للشعوب العربية أولا وللإعلام العربي ثانيا. جاء في العرب اللندنية: إن واصل ترامب أنانيته التي يمارسها تحت شعار أمريكا أولا، فسيبعث الدفء حتما في عروق العلاقات الروسية الأوروبية الباردة. مقال للكاتب بهاء العوام في صحيفة العرب اللندنية. ربما كان انسحاب واشنطن من معاهدة الأسلحة النووية قصيرة المدى القشة التي قسمت ظهر البعير، فعودة سباق التسلح بين القطبين الروسي والأمريكي سيضع الدول الأوروبية في خطر، وترامب لا يكترث كثيرا لمثل هذه الأخطار طالما أن في انسحابه تطويرا لأسلحة ستدر أموالا عند بيعها. انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي مع إيران منح الأوروبيين مبررا آخر للتقارب مع الروس، فقد كان قرارا أنانيا تجاهل فيه تحالف بلاده مع الاتحاد الأوروبي، وها هي موسكو وبروكسل تقفان على ضفة واحدة لحماية الاتفاق والحفاظ على علاقاتهم الاقتصادية والسياسية مع طهران. الانفتاح الأمريكي على التفاهم مع روسيا حول ملفات الشرق الأوسط وخاصة سوريا ساهم في إدراك الأوروبيين أن شرط العداء المطلق للروس لا ينطبق سوى عليهم، فيما تتمتع واشنطن بحق اللعب على جميع الحبال بما ينسجم مع مصالحها فقط. الدور الأمريكي في دفع بروكسل لمراجعة علاقاتها المتوترة مع موسكو حظر أيضا في ضغط واشنطن على الدول الأوروبية لزيادة مساهمتها في ميزانية حلف الناتو. قد يتبادر إلى ذهن الأوروبيين السؤال: لماذا لا نتصالح مع العدو الروسي بدلا من أن نستسلم للابتزاز الأمريكي؟ إذن عندما يقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على أوروبا أن تعيد هندسة نفسها لتطوي عقودا من الخلافات بين الغرب وروسيا، فهذا يكشف مقاربة مختلفة للاتحاد الأوروبي في علاقته مع روسيا ومراجعة كبيرة لعلاقته مع الولايات المتحدة، حيث لا يعني ذلك أن روسيا ستتحول بين ليلة وضحاها من عدو إلى صديق، ولكن الحديث عن علاقات جيدة بين بروكسل وموسكو لم يعد خيانة لشهداء الحرب الباردة. بعيدا عن السياسة، نشر موقع FBRI الروسي تقريرا تحدث فيه عن الاعتقاد الراسخ في ذهن الجميع بأن حواس الإنسان لا تتجاوز الخمس حواس، ولكن وفقا لتعريفات مختلفة يمكن أن يتجاوز عددها 20. قال الموقع في تقريره الذي ترجمته عربي 21 إن تحديد أهمية وحقيقة وجود هذه الحواس صعب للغاية، ذلك أنها مزيج بين العلم والفلسفة، وذكر أن المشاعر المختلفة تختلط لتولد شعورا واحدا فقط. فعلى سبيل المثال، عندما يأكل الإنسان لا تعمل فقط حاسة التذوق، بل ينشط ذلك كل من حاسة البصر والشم واللمس أيضا، كما أن حاسة التذوق هي المسؤولة عن التمييز بين الطعم المالح والحلو والمر، وتتأثر بشكل كبير بحاسة الشم لدرجة أن الطعام قد يتغير مذاقه بمجرد تغيير رائحته. وأورد الموقع أن حاسة إدراك التوازن مرتبطة بالجهاز الدهليزي
الموجود في الأذن الداخلية، وهو يساهم في الحفاظ على التوازن أثناء الحركة، ويسمح بتنسيق الحركات من أجل الاستمرار في الوقوف، وتماما مثل التوازن لدى المرء حس حركي يساعده على تنسيق الحركات ويسمح له بالسير والجري دون الخوف من السقوط. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.